مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا بكم، ولقاء يتجدد دائما من عياده الصحه والجمال. النهارده حلقتنا جديده، عياده الصحه، معنا ومعكم ضيف البرنامج دكتور محمد وجيه، مدير عام مستشفى الصفوه بالعمريه. حلقتنا بسيطه جدا عن كوفيد 19 او الكورونا زي ما احنا عارفين في المجتمع المصري والعالمي. هنتكلم اون بريف يعني ايه كورونا، تداعياتها، اعراضها، بطريقه بسيطه وسهله ومبسطه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ اون بريف كده حضرتك، يعني احكي لنا حدوته الكورونا من الاول، يعني هل هو دور برد عادي وتطور، ولا يعني ايه تداعيات الموقف بالظبط؟ والله هو الموضوع بتاع الكورونا بقى موضوع يمس يعني اي بيت، مش في مصر ولا في الميدل ايست، بس في العالم، في العالم كله، في العالم. فيروس كوفيد 19 اللي هو كورونا المستجد، فيروس تسمها واقرب حاجه ليه دلوقتي ان هو تنفسي، بدا الموضوع يتسمع ويتعرف مع نهايات 2019 اول 2020. بدا زي ما احنا كلنا عارفين طبعا، او بدا معرفه الحالات من منطقه ووهان بالصين، وبعد كده انتشر بقى كلام نار في الهشيم في جميع العالم شرقا وغربا. وهو موضوع اللي بخلي الموضوع فيه تصامها وترقب وكده، هو ان هو ما وصلوش لفاكسينيشن او ما وصلوش لمضاد حيوي يقدر، يعني عشان نتكلم سيستماتيك من الاول، هو المود اوف ترانسميشن بتاعه او طريقه انتقاله عشان هو بيتنقل عن طريق الدروبليتس او الرذاذ وكده، فده ممكن يخلي ان طريقه نقله سهله وسريعه، سهل وسريعه. فده اللي عمل الفزع في العالم والارقام كبيره والكلام ده كله. أنا سمعت دكتور بدون قطع كلام حضرتك إن ممكن ينتقل عن طريق الأحذية، يعني إحنا لازم كمجتمع مصري كإجراء احترازي إن إحنا نسيب أحذيتنا خارج المنزل، لأنها ممكن ينتقل بالستبس أو بالمشي، هل الكلام ده صح؟ هو في كلام طبعا ان هو بيستقر على الاسطح الصلبه، ومده استقرار على الاسطح الصلبه بيعيش حسب بقى نوع السطح نفسه، بيقعد فتره معينه. فالاضمن طبعا ان الشوز ده من الحاجات اللي احنا بنمشي بيه في اماكن كتير، ممكن نخش بيه منشاه صحيه، او ممكن نروح بيه بدون ان نقصد نتعامل مع حد يكون مخالط او حد يكون مصاب. فطبعا الافضل ان احنا اعراض الاصابه ايه يا دكتور؟ يعني فرصه ان احنا نجري بسرعه على الـ احنا بنقول ايه، يعني الاطار العام للمريض بيبقى عامل ازاي؟ والله هو الموضوع برضو ملوش شارب لاينز، بس في اقرب الكلام ان الموضوع بيبدا بتسامها وفقدان في حاسه الشم، فقدان في حاسه التذوق. لازم لا مش لازم، الفكره كلها بتختلف من بني ادم لبني ادم، من سن لسن، من تاريخ مرضي لتاريخ مرضي، من مناعه الى اخرى. في بعض الناس بيبدا معاهم الالم الموضوع بسور ثروت، او يعني زي الم في الحلق، في الحل. في بعض الناس بيجي معاهم براني نوز او اعراض برد عاديه جدا، في ناس بيجي معاهم بجحه جافه او كحه غير جافه، يعني الموضوع مش شرط كحه جافه. كبار السن يا دكتور، هل هم فعلا عرضه اكتر اصابه من الاطفال وكده ولا مش عرضه للاصابه؟ هو المخالطه عموما مع مريض، يعني مش سسبكتد، مريض يبقى متاكدين مشتبه فيه. لا متاكدين، لو متأكدين. احنا خلطنا حد عارفين ان هو مصاب، ساعتها انتقال العدوى بتبقى من الكبير زي الصغير. الفكره كلها في الاوت كام بقى، مين اللي بيعدي بيقدر يستمر بشكل سلس، ومين الدور بياخد معاه وقت اطول، ممكن يحتاج هوسبيتاليزيشن، يحتاج اقامه في مستشفى، يحتاج اقامه في رعايه مركزه او عنايه مركزه. ده بتختلف حسب من الحاجات اللي بتتكلم، يعني اللي اتكلموا فيها كتير السن. والسن مربوط اكتر بإليمنت المناعه وإليمنت الكوموربيديتيز، دايما المريض اللي سنه كبير فوق ال 65 فوق ال 70 بيبقى عنده امراض تانية زي الضغط. الجزئيه فعلا دي يا دكتور، هل مريض الضغط والسكر او السكر بالذات اكثر اصابه ان هو يبقى انفكتد او يتم اصابته بالكورونا اسهل؟ مش يتم اصابته بالكورونا اسهل، زي ما قلنا هو الموضوع تنفسي، فجميع الناس بتنفس، الكبير والصغير والشاب والعجوز، بس الفكره كلها لما بيدخل هذا الفيروس تاثيره بيكون عامل ازاي على المصاب. ده بيعتمد بنسبه كبيره على جهازه المناعي وكيفيه مقاومته للفيروس. عشان كده في مثلا مرضى دخلوا مستشفيات العزل، قعدوا لفتره ال 14 يوم وتحسنوا تحسن كويس، في ناس خدت فتره اطول، في ناس احتاجت هوسبيتاليزيشن، تقعد في مستشفى، تقعد في رعايه، في ناس احتاجت تتوصل بجهاز تنفس صناعي. جزئيه التنفس الصناعي يا دكتور، الناس كتير بيسالوني هل تنفس صناعي لازم داخل مؤسسه طبيه، ولا ممكن زي زمان مثلا بنجيب اسطوانه اكسجين للمريض في البيت
والماسك بتاع الاكسجين وخلاص كده. لا هو الموضوع برضو حسب درجة الإصابة. في هو الفيروس ده عموما أثبت أنه هو بيعمل شوية هايبوكسيميا أو نقص في نسبة الأكسجين نتيجة أنه هو فيروس تنفسي بيصيب الجهاز التنفسي بشكل أولي، له تأثيرات تانية على أجهزة تانية بس بشكل مبدئي بيصيب الجهاز التنفسي. فطبعا موضوع جهاز تنفس صناعي هو يختلف تماما جهاز تنفس صناعي عن أسطوانة الأكسجين، دي حاجة ودي حاجة. احنا اللي بيبقى الهدف ان احنا نمد المريض بنسبه اكسجين خارجيه تساعده على رفع نسبه الاكسجين عنده. ده بيتم بخطوات، اول حاجه بيبقى الاكسجين العادي، بعد كده في انواع معينه من الماسكات، بعد كده لما المريض ما يقدرش يحمي مجرى التنفسي بتاعه بيحتاج الجهاز التنفس الصناعي اللي هو فيه كذا مود وكذا طريقه وكذا ليفل. انواع الماسكات، حضرتك قلت لي ان في انواع للماسكات، انت عارف طبعا حضرتك ان الموضوع بقى تجاره رائجه جدا. ويعني هنتكلم عن الماسكات اسمح لي، وهنتكلم عن الكحول والحاجات دي كلها. زي ما حضرتك قلت لي معلومه كبيره جدا وقيمه جدا لازم ناخدها في الحسبان عن نسبه تركيز الكحول. كلمنا عن الماسكات الاول يا دكتور، انهي حاجه احسن حاجه؟ هو مش موضوع احسن حاجه، هو موضوع برضو في حاجات مناسبه لاماكن معينه، يعني مثلا العاملين بالقطاع الصحي، المستشفيات، مراكز الاشعه، المعامل، دول بيحتاجوا ان هم يكونوا لابسين انواع من الماسكات تبقى ذات درجه حمايه اكبر. في ماسكات اللي هي الماسكات ال N95، في الماسكات اللي هي الماسكات الجراحيه اللي هي الزرقاء اللي هي القماش الازرق اللي احنا هو الخامه الزرقاء دي بيبقى له كده طريقه معينه، في حاجه زي دعامه بتعمل فيتنج اللي هي بتقفل المناخير من فوق. الدعامه بتبقى فوق عشان برضو الواحد لاحظ ان هو شايف ناس كتير لابسه الماسكات دي بس لابساها مش بالطريقه المظبوطه، ففرصه نقول الموضوع ده. الدعامه بتبقى لفوق والتنايات الخارجيه اللي هي اتجاه التنفس بتبقى لتحت عشان المريض يلبسه كويس. وطبعا هو مش المستحب لما المريض يلبسه ان هو يبقى دائم انه يلبسه ويقلعه، هو بيستخدم كسنجل يوز. سنجل يوز كام ساعه بقى بروف؟ اقول لحضرتك الفكره كلها برضو الموضوع ده حسب الكواليتي، يعني الماسكات الكويسه اللي هي ثلاث طبقات معمول لها سيلينج كويس دي ممكن تستمر مع البيشنت لحد من 4 لـ 6 ساعات. ست ساعات مع اللي بيلبسها. حضرتك قلت لي واحنا جايين ان يعني في حاجه خطيره جدا الناس بتعملها، ان هي بتعيد تعقيم الماسك اللي هو المفروض الديسبوزابل او اللي بيترمى ده، في طبقه من الطبقات بتبتدي تضعف فبتدخل بتبقى نسبه الاصابه اكتر. بالظبط بالظبط. هو الموضوع تعقيم الماسكات ده موضوع برضو، او ان احنا يعني نعيد ريسايكلينج بتاعه او نعيد غسله تاني عشان ما نشتريش. احنا في الموضوع ده بنلجا للانستراكشنز بتاعت المنظمه الصحه العالميه والدبليو اتش او. الطبيعي طبعا ان الحاجات دي كلها ديسبوزابل وسنجل يوز، تترمى ست ساعات وتترمى. المفروض ان هي طبعا استخدام مره واحده. في بعض الاحيان دلوقتي في شويه قصور في الامكانيات، الكلام ده على مستوى العام والخاص وعلى مستوى العالم كله، فلجأوا الموضوع إعادة تعقيم الماسكات. بس طبعا مش كل الماسكات يعاد تعقيمها، في إجراءات احترازية معينة جدا وبنلجأ في ظروف ضيقة جدا لتعقيم وإعادة استخدام الماسكات، إنما ده مش هو الحاجة اللي مش ده المظبوط، مش ده الأيديال يعني. الأيديال هو الديسبوزابل أو السنجل يوز. أما موضوع التعقيم مع الماسك الجراحي فده طبعا لا يجوز، لأن هو مكون من ثلاث طبقات، الطبقة اللي في النص مع الكحول بيحصل لها دراينس وبيحصل لها إذابة، فيتحول الماسك إلى طبقتين على الرغم من إن حضرتك مش هتشوف هذا التغير. أنت شايف الطبقة الخارجية اللي هي عند الوش والطبقة سليم. الداخلية اللي هي عند البق سلام. فالإفشنسي والجودة والدور المطلوب من الماسك إنه يعمله مش هيعمله. أنت مش هتحس. فلا الماسكات الجراحية متعقمة. الفلترة. حضرتك كنت أشرت لي على جزئية المطهرات والكحول بالذات، إحنا طبعًا شايفين المطهرات بيسموها سانيتايزر دلوقتي، انواعها ايه يا دكتور؟ والتركيز وخطوره التركيز لما يبقى عالي ايه والحاجات دي كلها؟ هو الموضوع برضو ان التعليمات بتاعت الصحه العالميه وتعليمات مديريه الشؤون الصحيه اللي هم مستقى من ال WHO من الصحه العالميه، الكحول الافضل استخدام في التطهير. طبعا هو الافضل من الكحول هو غسيل الايدي باستمرار، غسيل بميه وصابون ولا بميه وصابون؟ بس اهم حاجه فيه اللي هي النقط الخمسه لغسيل الايدي، ان احنا لما بنيجي نغسل ايدينا بالشكل العادي المعتاد اليومي في اماكن سبوتس بتبقى مش واصلها التعقيم كويس، انما في طريقه معينه موجوده في كل مكان وموجوده على كل صفحات السوشيال ميديا اللي هو ازاي تغسل ايدك بالخمس خطوات، حتى عملوا لها فيديوهات في جميع انحاء العالم. في خمس خطوات؟ في خمس خطوات. ده بيضمن ان انت تتخلص من اكبر نسبه موجوده من الكائنات الدقيقه يعني على ايدك. في بقى حاله عدم ان انت مش قادر توصل لمكان تغسل فيه ايدك بالشكل المظبوط، بيبقى بنلجا للتعقيم عن طريق الكحول. الكحول المفضل هو الكحول التركيز 70%، كحول ايثيلي تركيز 70%.
وال يعني وجهة نظري برضو ان اليومين دول عشان يومين فيهم ضغط على الموضوع ده، فممكن يبقى الكحول اللي جاي لك بنسبة مش مظبوطة، مخفف يفضل مخفف، او هوصل حركة النقطة دي، بس هو يفضل تحليل الكحول. لما الكحول يجي بيخش المعمل نعرف تركيزه بالظبط، وبيتعمل له اختبارات معينة عشان نتأكد من جودته. لو الكحول تركيزه اقل هيكون مش افكتيف، مش هيجيب النتيجة المطلوبة، ولو تركيزه اكتر هيبقى سرعة تطايره من على ايدك اكتر، فمش هيقعد الفترة الكافية ان هو يعقم بالظبط. يعني انا كمواطن لما اجي اشتري كحول ما افرحش ان انا جايب كحول 100% تركيزه او 90%، بالعكس ده بيضر التعقيم، بيقعد بيطير تركيز في المية تطير الكحول ده، يعني هو هيبقى التطير بتاعه أسرع، فمش هيقعد على الإيد الفترة الكافية، ولا هيقعد على الأسطح مثلا لو بنمسح أسطح الفترة الكافية إن هو يعمل عملية التعقيم. فهو 70% كحول إيثيلي هو ريكومندد بالدبليو اتش او بمديرية الصحة وبالوزارة والكلام ده كله. طب الحاجات التانية اللي احنا بنشوفها اللي هو الجل والحاجات دي، مدى فعاليتها؟ والفكرة كلها برضو في تركيز الكحول، الفورم بتاعته كسائل او كجل، ده برضو حاجة عشان اللي عنده حساسية في ايده مطرح الاستخدام الكحول، او عنده محتاج مثلا بيستخدم بيرتاح اكتر لاستخدام الجل عن استخدام السائل. بس اهم حاجة تركيز نسبة الكحول لنفسها. ما هي برضو حضرتك احنا يعني بياخدنا الكلام لمرحلة او نقطة تانية، ان انا لما بعقم ايديا كتير، ناس كتير بتشتكي ان جالها حساسية في جلدها من كتر استخدام وغسيل الايدين، فنعالج الحته دي ازاي؟ هل كريمات معينه؟ ما عندناش مانع طبعا، في الاساتذه بقى بتوع الجلديه، الدكاتره اطباء الجلديه ممكن يفيدوا اكتر في النقطه دي. بس ما فيش مشكله لو حصل حساسيه من استخدام الكحول ان احنا بنحط بعض الدهانات المرطبه او الكريمات المرطبه عشان نتفادى هذه الحساسيه. بس في الاول وفي الاخر يعني الاهم فالاقل اهميه. أكيد. اهم حاجه طبعا أكيد. في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي التعقيم، التعقيم المستمر الاهم برضو، واللي شايف اللي هو مهم جدا وهيفادينا كتير قوي، هيقلل نسبه الاصابه، السوشيال ديستانسينج، التباعد الاجتماعي. قد ايه بقى يا دكتور يعني المسافه الامنه ان انا اكون بعيد عن حضرتك في اسانسير او في سوق او في الشارع؟ هو قد ايه الصح من متر ونص لمترين؟ بس في ساعات تجمعات بتبقى انيفيتابل، ما تقدرش تتفاداها، الاسواق طبعا والهايبرات وال المفروض بقى الكلام ده كله ما يبقاش يعني مفتوح بشكل زي الاول عشان خاطر ما يزعجش على زياده نسبه الاصابه. هو طبعا عندنا السيستم ماشي كويس في ناحيه الكمامات، حتى تلاقي والله لا ده حتى الناس نفسها الوعي بتاع الناس ابتدى يزيد، في ناس كتير جدا لابسه الماسك واتيفر كان عليهم رقابه او الموضوع عليه غرامه ولا لا، هو لابسه عشان يحمي نفسه ويحمي اسرته وهو نازل، ما يصيبش حد تحته وهو راجع البيت، ما يجيبش معاه اصابه لاهل البيت. فلا الموضوع الكمامات اللي هو بتعتمد بنسبه كبيره على الوعي، وبتعتمد بنسبه يعني على توفير بقى الموضوع ده أكيد. لا هي الحمد لله الحاجات متوفره بالظبط. بالظبط. نرجع تاني برضو لان في سؤال بيلح عليا، انت عارف طبعا نسبه مرضى السكر كتير جدا في مصر. بالظبط. فاي مريض سكر بيبقى سكره عالي، هل ده بيقلل مناعته فبالتالي بيخليه فريسه سهله للكورونا؟ هو مش موضوع السكر بس، هو اي مرض مزمن بيتخذ له علاجات مزمنه يعني بشكل دوري يعني يوميا مثلا، ده بيساهم في ان المناعه ما تبقاش زي الاول. طبعا المناعه بتبقى في افضل احوالها لو المرض الكرونيك ده موجود بس كنترول، يعني معمول عليه السيطره اللازمه عن طريق النظام الغذائي، عن طريق النظام الرياضي، عن طريق النظام الدوائي. بس ستيل برضو ارتباط كبار السن مع الامراض المزمنه ممكن يبقى فاكتور في ان هو المناعه تبقى اقل، ومحاربه الجهاز المناعي للفيروس او لسواه على فكره. يعني مش بس فيروس الكوفيد، دايما البيشنت اللي هو بيبقى كبير في السن الكوموربيديتيز اللي معاه او الامراض التانيه اللي معاه ممكن تخلي علاجه من المرض الرئيسي اللي هو جاي يتعالج منه ياخد وقت اطول، ياخد وقت ويحصل فيه كومبليكيشنز او مضاعفات. ازود مناعتي ازاي يا دكتور؟ والله اقول لحضرتك الكلام الموجود في تبع ال WHO او الكلام المعروف عموما في الحته بتاعه المناعه، ان حضرتك تمشي في هيلثي لايف ستايل، السيدنتري لايف ستايل الموجوده، قله الحركه، قله الحرق، الاكل اللي فيه نسبه كبيره من الدهون غير المشبعه، الكلام ده كله ضد الهيلث لايف جانك فود او يعني الفاست فود والتيك اواي والحاجات دي كلها. بالظبط. بالظبط. الواحد ياكل اكل صحي، ياكل اكل طازه، ياكل اكل فيه نسبه عاليه من الفواكه من الخضروات، يبعد عن الاكل اللي فيه دهون كتير، يحاول فيتامين سي. بص موضوع الفيتامينز، مش فيتامين سي بس، الفيتامين سي والفيتامين دي وبعض انواع الحديد، الفيتامين اي كمان. تمام.
اساسا حضرتك لينا مداخله دكتور محمد الصياد. مساء الخير يا دكتور. دكتور محمد قطع الاتصال. تمام مع حضرتك. الفيتامينز دي نازله في الريجيمين بتاع العلاج في البروتوكول بتاع العلاج، بس الفكره كلها في نقطتين. النقطه الاول الطبيه، ان جسمك بيحتاج من الفيتامينز دي كميات قليله، فما يبقاش الموضوع ان انت بتاخد الفيتامينز كتير او عمال على بطال، ترهق الكبد وترهق الكلى بدون استفاده. بدون استفاده، هي مش هتفيد. الحاجه الثانيه طبعا موضوع ان في ناس لما عرفت بالموضوع ده راحت خدت كميات كبيره من الصيدليات من الفيتامينز دي وعملت لها تخزين. ده غلط، لان ساعه ما البيشنت اللي فعلا محتاج الموضوع ده مش بيلاقي، مش هيلاقيه، في حين ان هو موجود عند ناس تانية مش محتاجاه له حاليا. طب الحاجات حضرتك الدارجه او الموجوده كل يوم في سوقنا ان انا اقوي بها مناعتي عباره عن ايه؟ زي ما قلت لحضرتك، النظام الصحي، النظام الرياضي، الاكل الكويس، الليمون مثلا. هو عموما شرب السوائل الدافيه مفيد بغض النظر في اعراض او مفيش اعراض، في سور ثروت، في برد. شرب السوائل الدافيه باستمرار دي حاجه كويسه. الابتعاد بقى قدر المستطاع عن التعامل مع ناس ظاهر عليهم الاعراض او ناس عندهم تاريخ مرضي المخالطه حد مصاب. اللي هو ما نقربش قوي، هو المتر ونص مترين حتى في التعامل اليومي. نتجنب المصافحه قدر المستطاع، نتجنب العناق، نتجنب القبل، نتجنب الحاجات اللي هي ممكن تبقى مصدر للعدوى وفي نفس الوقت سهل جدا تفاديه. هي الكارثه يا دكتور التقارب في الاسواق، يعني اللي الناس يشتري خضار او فاكهه، التقارب الجامد ده، الهايبرات. هل التكييف المركزي بينقل فعلا الكورونا؟ مش بينقل، هو اي وسائل تهويه ممكن تساعد على انتشار الفيروس، لان هو بيتنزل زي ما احنا عارفين بالدروبلتس. مغلقه، وسائل تهويه مغلقه، وسائل تهويه لو التكييف ممكن ينشره، لو حد مثلا سايق عطس في المكان او حاجه التكييف هينشر الموضوع، المروحه هتنشر الموضوع. ناخد مداخله. دكتور محمد الصياد معانا. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بيك يا دكتور، نورتنا يا فندم. الله يخليك يا استاذ احمد. الله يخليك. الحقيقه انا حابب اشكر حضرتك اعلام متميز وقناه الصحه والجمال طبعا ان هي افرضت مساحه في الوقت الحالي لموضوع شائك زي ده. ميرسي. وبشكر طبعا ضيفك الكريم دكتور محمد. الله يخليك. كل الشكر والتقدير للكادر الطبي العامل في الفتره الحاليه، مجهود جبار بيبذل في الفتره الحاليه، وان شاء الله مستمرين حتى اخر مريض كورونا باذن الله. ان شاء الله، ان شاء الله تعدي. ودكتور محمد كنت حابب بس استاذ احمد يعني اقول بعض رسائل قصيره كده. اتفضل يا فندم، اتفضل. تمام. الحاجه الاولانيه بس انا حابب برضه اطمن الناس، يعني ان شاء الله بحكم شغلي في فتره ليست قصيره يعني في مستشفيات العز والتعامل مع عدد لا باس به من الحالات، ان الموضوع باذن الله ان رينج الحالات من 80 ل 90% هي حالات بسيطه ما عندهاش اعراض خالص او عندها اعراض بسيطه، ان شاء الله بتمشي بالعلاج العربي التلقيحي، حاجات بسيطة، علاج للكحة لو في كحة، علاج للحرارة لو في حرارة، فيتامينات، أكل وشرب كويس، راحة. ده الأغلبية والنسبة الكبيرة من الحالات بتاعة الكوفيد أو الكورونا. فما فيش داعي للهلع خالص، فيش داعي للخوف، هو كده كده يعني فترة إن شاء الله هتعدي. الحاجة التانية اللي أنا حابب برضه أكد عليها هو إحنا بنتعامل مع مرض جديد جدا، مش إحنا بس، ده دول العالم كلها. زي ما بيقولوا عتاد في العالم، أمريكا، إنجلترا، فرنسا، أستراليا، كل الناس ماشيه بنفس البروتوكولات اللي احنا بنتعامل بيها هنا في مصر. طالما حاجه جديده علينا كلنا، حابب بس اوجه الناس ان يبقى مبدا الوقايه خير من العلاج، افضل من العلاج مليون مره. تمام؟ تمام. احنا ده مرض جديد علينا كلنا وما عندناش اي داتا عنه او اي علاج متاح في الوقت الحالي، وحضرتك حتى شايف حرب اللقاحات القائمه في الوقت الحالي يعني. حابب اطمن الناس ان شاء الله الامور هتمشي بخير، 80% كانت حالات بتمشي حالات كويسه. 10 ل 20% نسبة بسيطة جدا بتبقى حالات حرجة وبتخش العناية، وجزء كبير منها بالأمانة بيتحسن برضه. تمام، إن شاء الله خير. إن شاء الله. ميرسي على المداخلة الجميلة دي يا دكتور وعلى الإضافة التي أسرت الحلقة الصراحة. تمام، ميرسي يا دكتور، اتفضل يا فندم. هو دكتور محمد الصياد مدرس مساعد العنايه المركزه في كليه الطب جامعه اسكندريه ما شاء الله، ومن احد الكوادر يعني المحترمه جدا. هو لسه مخلص فتره علاج مرضى الكورونا في احد مستشفيات العزل، ودي برضو تبقى فرصه كويسه في المكان الجميل ده ان احنا نسب الشفاء قد ايه يا دكتور؟ نسب الشفاء اه نسب الشفاء هي المعلنه في
الإعلان اليومي بتاع وزارة الصحة قدر المستطاع طبعا مع تأكيد العدوى ومع عمل المساحات اللازمة ومع عمل الأشعات والتحاليل اللازمة، في نسب مرضى بتتحول من إيجابي إلى سلبي وهي نسبة جيدة، نسبة مرتفعة مقارنة ببعض دول العالم اللي عندها نسب أقل من كده. بس طبعا احنا دايما بندعو ربنا ان الموضوع يبقى يعدي بسلام ويعدي بأقل نسبة من الوفيات وبأقل نسبة من الإصابات عموما. وبرضو من هنا أنا حابب يعني أوجه رسالة شكر وعرفان بالجميل لجميع العاملين بالكادر الصحي، الجيش الأبيض، الأطباء والتمريض، الفنيين المعمل، فنيين الأشعة، جميع العاملين الهاوس ووركرز، العمال اللي بيشتغلوا التمريض طبعا. لا التمريض ده هو العمود الأساسي لمواجهة الكورونا، الأعمدة الأساسية مش لمواجهة الكورونا والله، للنظام الصحي عموما في أي بلد. يعني أنا أعرف حضرتك دكاترة أو مديرين المستشفيات عزل ما رجعوش بيتهم شهور، إن هم في أمثلة كتير معزولين جوه المستشفى. المنطقة اللي الوقت اللي احنا فيه ده يعني يعتبر زي وقت الحرب بالظبط. وقت الحرب كل حد بيدور على المصلحة العامة، ما حدش بيدور على المصلحة الشخصية، فقدر المستطاع كل حد بيقدر يقدم حاجة من مساهمات نقدية، من مساهمات عينية، من انه يقعد في شغله وقت اطول، من انه ما يطلبش اجازات كتير، من انه هو يخدم اهل المنطقة اللي هو فيها، ايفن لو من خلال المستشفى خاص او ايفن من خلال مستوصف. كلنا في اللحظة دي بنتكاتف عشان خاطر نعدي باللي حوالينا بامان وسلام. في ناس طبعا بيبقى عندها تفاني وبتقعد في العمل انا اعرف ناس قعدت بالحاجه و80 يوم والحاجه و90 يوم معزولين جوه المستشفى شغلهم. واحنا عندنا الحته دي يعني الحمد لله الشعب ده عموما في الحته دي ما بيجريش وقت الازمه. بنقف في ظهر بعض وان شاء الله يعني عدى علينا اقصى من كده وان شاء الله هتعدي باذن الله ولا هتعدي. الحاجه الثانيه يا دكتور، يعني احنا سمعنا ان في حاجه اسمها المسحه او التحليل بتاع الكورونا، ده عبارة عن ايه يا بروف؟ المسحة هي السبيل الوحيد لتوكيد او نفي وجود الكورونا بشكل نهائي وسريع طبعا. هي المسحة دي بتبقى عبارة عن ان احنا بناخد مسحة حلقية عن طريق الانف او الفم من النيزوفارينكس وبنحللها. من المناخير ولا من اللوز؟ بتتاخد من المناخير او من البق. وهي بتخش بطريقه معينه، ليها كده مانوفر معين موجود على النت بشكل واضح، وزاره الصحه منزلاه ومديريه الصحه منزلاه بصراحه. وبرده من هنا بحب ادي شكر يعني لوزاره الصحه على حسن تعاملها مع الموضوع، ومديريات الصحه بالذات عندنا في اسكندريه في دور رقابي عالي جدا ودور في متابعه عاليه جدا، زيارات مستمره، التوكيد على خطوات مكافحه العدوى. لسه حتى من فتره صغيره كانوا عاملين دوره عشان يعلمونا ازاي ناخد المسحه بشكل سليم وبشكل معقم. فبنهديهم جزيل الشكر والتقدير والعرفان. المسحه دكتور بتبقى متاحه في مستشفيات قطاع خاص ولا عام ولا الاثنين ولا حتى هذه اللحظه؟ هو الموضوع موجود في المستشفيات الحكوميه اللي فقط. اقرت الوزاره بانها تستقبل حالات الكورونا. في كلام جاي برضو من الوزاره ان بعض المستشفيات الخاصه لازم يبقى عندها عدد معين من الأسرة محجوز للموضوع ده لحين ظهور حالات الطوارئ. إنما حتى هذه اللحظة دخول مريض الكورونا أو عدمه لمستشفى خاص لسه ما فيش كلام فاينل تم فيه، لكن السراير موجودة في جميع المستشفيات الخاصة، نسبة معينة كمان الوزارة مقرها على كل مستشفى. النسبة دي تبقى جاهزة في استقبال أي مريض يجي سسبكتد. ده غير طبعا الموضوع من الأول بقى تحت غرفة العزل التنفسي اللي جميع المستشفيات عملتها مع بداية ظهور الموضوع، قياس درجة الحرارة من بره عشان تعمل تراياجنج من الأول، تعرف مين اللي داخل لك بالظبط. طب نشوف حضرتك، هل احنا جاهزين بالصور مدام سماح؟ طب أستاذ حضرتك ناخد اتصال مدام سماح معانا. أيوة عايز أسأل الدكتور بقى. اتفضل يا فندم. معلش أنا عندي ابني الوحيد 28 سنة بس مليان شوية وبياكل حاجات فاست فود وكده وما بياكلش خضار ولا سلطة ولا الكلام ده. تمام. وأنا خايفة عليه بصراحة من الكورونا. من الكوليسترول؟ من الكورونا. من الكورونا ولا من الكوليسترول؟ نعم. خايفة عليه من ايه؟ من الكورونا ولا من الكوليسترول بتقولي؟ من الكورونا. من الكورونا. من الكورونا؟ خايفة تكون مناعته يعني ضعيفة. مش عارفة. لا لا ان شاء الله مناعته مش ضعيفة ومش حاجة، بس هو الفكرة كلها بس يعني ممكن يبقى الموضوع دي تبقى بداية بداية التغيير، يعني انه يبدأ يعرف ان النظام الصحي
ومناعة البني آدم بتعتمد بنسبة كبيرة على ممارسته للرياضة، بتعتمد ان هو ياكل مأكولات الى حد ما تبقى طازة. المشكلة ان هو مليان شوية، مليان جامد يعني. مفيش مشكلة، هو عنده اي امراض تانية؟ بتعالج من ضغط، بتعالج من سكر، بتعالج من قلب؟ لا لا لا، مفيش، بس هو وزنه زيي. طيب لا، وزنه زاد ده ممكن بالرياضه وممكن بعض التمارين وممكن بالمتابعه مع الاطباء بتوع السمنه والنحافه، او الكاتيجوري ده كاتيجوري مهم جدا وممكن يساعده على فقدان الوزن بشكل صحي وامن، وهو من نفسه بعد عاداته الغذائيه يبدا يصلحها، انما مفيش ارتباط واضح بين الموضوع ده وبين الكورونا. هو بس اهم حاجه يلزم الاجراءات الاحترازيه، يعقم ايده باستمرار، يغسل ايده باستمرار، يبعد عن المسافه الامنه، ما يقربش من حد، ويلتزم بالماسك طبعا حسب التعليمات. ربنا يشفيه. ألف سلامة إن شاء الله، ربنا يكرمك فيه إن شاء الله. الله يخليك، مع السلامة. مع السلامة. بشوف يا دكتور في ماسكات نوع بيبقى شفاف كده، إيه رأي حضرتك فيه؟ ده مش ماسك، ده فيس شيلد. الماسك الهدف منه إنه يحمي المجرى التنفسي بتاع البني آدم اللي هو من أول المناخير والبق. بس برضو في كلام وفي دوكيمنتس ان ممكن الموضوع يتنقل عن طريق الميوكوزا او الغشاء المقاتل بره بتاع العين. بالذات مع الناس اللي بيتعاملوا مع المريض بشكل مقرب. يعني حضرتك، مش احنا مش بنتكلم على ان احنا ماشيين مش عارفين الراجل ده مخالط ولا مصاب، احنا بنتكلم في مستشفى عزله او مستشفى حاجره او مستشفى عاديه، وفي مريض احنا بنتعامل معاه، هنحتاج مثلا نقرب منه، نركب له انبوبه حنجريه، نعمل له اي اجراء. فبيبقى المسافه بين الطبيب والمريض سنتيمترات. دكاتره السنان مثلا، ما ادش عندي له كده دلوقتي. الوزاره بتنادي بان الحاجات الاسنان نتعامل مع الطوارئ بس بتاعتها، ما نتعاملش مع نتعاملش مع الحاجات اللي ممكن يتم تاجيلها. استاذ حضرتك ناخد مكالمه. استاذ سيد. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عايز اسال الدكتور على حاجه. اتفضل يا فندم. اتفضل. دلوقتي حضرتك، انا كنت امبارح في المستشفى، سخنت امبارح، رحت للدكتور كان حرارتي 38. تمام. خدت مضاد حيوي، والنهارده حراره نزلت كويسه، ما كانش عندي اعراض الا حراره 38 وصداع خفيف. كويس. انا النهارده خدت مضاد حيوي حقنتين، حقن مضاد حيوي فولترين، والنهارده كويس. يعني مش عارف بقى دي اعراض ولا. طيب، مبدئيا الف سلامه على حضرتك. نمره 2، يعني قدر المستطاع يا ريت يبقى العلاج او التحرك بتاعك يبقى من خلال طبيب. يعني انا عارف ان ممكن طبعا تبقى انت خدت مضاد حيوي قبل كده لان دور شبه اللي جالك وعمل معاك تحسن، فانت بالتبعيه بتجربه. لا، الفتره دي زي ما حضرتك بتقول ظهرت شويه اعراض، ظهرت شويه ارتفاع في درجه الحراره، لو ممكن نروح احد المستشفيات اللي بتخدم الموضوع ده، عشان هم المستشفيات بيبقى عندهم وسائل تشخيصيه يخلوهم يفكروا هل انت ممكن تبقى مريض كورونا او لا. بعض التحاليل، ده مش لازم المسحه، بعض تحاليل الدم، بعض الاشعاعات زي الاشعه المقطعيه على الصدر. وفي نفس الوقت حاول دايما الفتره اللي جايه دي لحد ما ربنا يكمل على خير ويزيح الوباء، يعني ما ناخدش المسكنات اللي هي زي الفولترين او زي الديكلوفيناك او زي الكاتافاست. يبقى الاقرب لاستخدامنا الحاجات اللي فيها الباراسيتامول، البنادول والادول يعني من غير منتج معين. عموما ماده الباراسيتامول افيد في الموضوع ده كخافض حراره او كمسكن او كمضاد للالتهاب. ولو في نفس الوقت حضرتك حسيت ان الاعراض تحسنت برضو الى حد ما، لو ممكن تعزل نفسك في بيتك بعض الوقت، لقيت الاعراض بتتحسن وكده، يبقى ان شاء الله الدنيا تكون افضل. لكن في حاله استمرار الاعراض او ازديادها لازم حضرتك تتوجه لاقرب مستشفى عشان نعرف الموضوع ده ايه بالظبط وتاخد العلاج السليم. تمام يا استاذ سيد. شكرا يا استاذ سيد. نيجي يا دكتور لحاجه جميله جدا حضرتك ذكرتها، انواع التحاليل، يعني مش مجرد مسحه زور او مسحه من المناخير. ايه التحاليل اللي واجبه ان انا اعملها عشان تبين ان عندي كورونا؟ يعني هل بيبقى تحاليل دم ولا تحاليل ايه بالظبط؟ هي بعض تحاليل دم، بس برضو في نقطه لازم نوضحها. التحاليل دي بتدينا زي انديكيتور. يعني احنا مثلا لما مؤشرات بنشك ولا لا، بنشك في حاله بنسحب لها بعض التحاليل. في حاله ان التحاليل دي جت نتائجها بشكل مخالف للواقع، ممكن تتكلم ساعتها كام يا دكتور تقريبا؟ لا، بتختلف من مكان لمكان. وبعدين الدوله بصراحه موفراها في مستشفيات الحكومه تمام. بشكل تقريبا مجاني يعني. اللي هو السيرم في الروتين، السي ار بي، ال دي اتش، وبعض وظائف الكبد، الاسجوت والاسجبت. في تحاليل تانية بتتعمل مور ادفانسد زي البروكالسيتونين، زي الانترلوكين 6. يعني ايه يا دكتور؟ معلش المصطلحات الطبيه. التحاليل المفروض مثلا ان حضرتك بعد شر عنك يعني لو عندك دور التهاب شعبي بكتيري في صوره الدم، المفروض نشوف ارقام معينه في صوره الدم العاديه. يعني هو تحليل دم عادي
بطلب صوره دم كامل وظايف كبد. صوره الدم الكامله من الحاجات المهمه جدا. وفي حته طب فيها التليفون. مدام فاطمه معانا؟ اتفضل. مدام فاطمه مساء الخير. مساء النور، لو سمحت كنت عاوز اسال الدكتور بس سؤال. اتفضلي يا فندم. لو سمحت، هو ممكن الوباء اللي موجود اليومين دول ده يجي للاطفال اللي هم اقل من 5 سنين؟ الوباء يجي للاطفال اقل من 5 سنين؟ هو على حد المعرفه يعني هو بيجي لجميع الاعمار. جميع الاعمار، بس الفكره كلها في الريكفري منه. الريكفري منه في السن الصغير، حتى الموضوع ده بدا في البلاد الثانيه، في الاصابات والوفيات في الصين كانت الاصابات في الاطفال بغض النظر عن عددها الاوت كام بتاعها افضل. الوفيات بتاعتهم افضل، منعتهم افضل كاطفال. بالظبط بالظبط، مختلف تماما عن اللي هم الالدرلي او كبار السن، بيبقى الموضوع عندهم بياخد وقت اطول في الريكفري، وبيبقى فيه نسبه كومبليكيشنز اعلى من الاطفال، بس هو تمام بيجي لكل الاعمار. طب نشوف مع بعض مستشفى الصفوه في العمريه وطرق يعني محاربتها او مقاومتها مكافحه العدوى والاجراءات الاحترازيه. اشرح لنا دكتور هنا كده في ايه؟ هو الموضوع بيتم عن طريق ستيبس. الستيبس دي برضو محددها الوزاره ومحددها المديريه، عباره عن ان قياس درجه الحراره لاي حد داخل من المستشفى اللي درجه حرارته عاليه. الموضوع مر بكذا فيز يعني. الاول خالص وهو داخل، من الاول خالص طبعا اللي درجه حرارته عاليه ده وعنده اعراض تنفسيه، اشتكى ان هو مش بيشم كويس، مش بيدوق كويس، عنده كحه، عنده نهجان، عنده سرعه في ضربات القلب، عنده احساس بتكسير في الجسم. ده اللي هو المسدس الكاشف للحراره، اللي هو قياس الحراره بالانفراريد، عشان برضو نقلل المخالطه بين اللي يعني على قد ما اللي هو وبدون تلامس بيقيس الحراره. بيقيس الحراره ده برضو احنا محتاجين نحميه. ده حاجه مهمه جدا. احنا مش بنحمي طبعا، مهمتنا نحمي الناس الخارجيه، بس الناس الانترنال اللي داخل المكان دول مسؤوليتنا، لازم نتخذ لهم اقصى اجراءات الحمايه والامان قدر المستطاع طبعا. تمام. فقياس درجه الحراره، لما نلاقي درجه الحراره عاليه والمريض عنده اعراض تنفسيه بيدخل غرفه العزل التنفسي. عندكم غرفه عزل تنفسي في المستشفى؟ كل المستشفيات دلوقتي الخاصه والحكوميه لازم فيها منطقه عزل تنفسي. والوزاره بتتابع الموضوع ده باستمرار، وبتراقب التعقيم، وبتراقب التسجيل، وبتراقب السجلات. الموضوع بقى يعني حضراتكم عاملين سجل للحالات الوارده؟ طبعا. سجل الحالات الوارده عموما على المستشفى، وسجل الحالات المشتبهه. وفي نظام معين بصراحه كويس جدا ماشي مع المديريه، ان احنا اي حاله سسبكتد بنبلغ بيها. اي حاجه مشكوك فيها بالظبط. بنعمل لها بعض التحاليل. طب هنا دكتور بالنسبه للتعقيم اليومي للمستشفى عندنا، السائل ده بيبقى عباره عن ايه؟ هو التعقيم مش يومي، هو التعقيم حوالي 3 مرات في اليوم. ده تعقيم الاسطح الصلبه، لان هو برضو الفيروس بيعيش على الاسطح الصلبه فترات قد ايه، في اختلاف بقى حسب نوع السطح نفسه ومدى سلاسته ونعومته وكده. بتعرض للشمس ولا لا؟ بالظبط. في رطوبه، ففي بقى اللي هو التركيز بتاع اللي حاطاه الريجيم بتاع الدبليو اتش عموما والانفكشن كنترول عموما، اللي هو مثلا الكلور ال 5000 جزء في المليون وال 1000 جزء في المليون. امتى نستخدم الكلور في التركيز ده وامتى ده؟ امتى نستخدم الكحول؟ الغسيل الايدي باستمرار، ودي اهم حاجه وباكد عليها تاني، غسيل الايدي. والنقط الخمسه لغسيل الايدي من اهم يعني من اهم سبل مكافحه العدوى. تمام. وطبعا التعقيم ده شيء لابد منه، استخدام الحاجات الديسبوزابل لمره واحده، ما نكررش استخدام الحاجه على طول باستمرار، يبقى في تعقيم لمده 3 لـ4 شفتات في اليوم في اي منشاه صحيه، لان المنشاه الصحيه هي المكان اللي بنسبه كبيره اكيد في عيان مخالط، اكيد في عيان عدى، اكيد في حد سسبكت دخل، فلابد من تطهيرها والتعامل معاها بشكل دقيق باستمرار. طب هنا يا دكتور نشوف مع بعض عباره عن ايه الممر؟ دي بوابه التعقيم الالكترونيه، هي من الاجراءات الجديده اللي نزلت لمكافحه العدوى. عباره عن بوابه اوتوماتيكيه، انت بتمر جواها لفتره معينه لا تزيد عن 3 ثواني، بنفوت بانك بتلف 360 درجه في مرشات بترش عليك ماده، الماده دي المفروض تبقى مطهره للاسطح، اللي هدومك للشوز بتاعك للكلام ده كله، وغير ضاره للجلد طبعا، وغير ضاره لاي حاجه للجسم. والله استخدامها بشكل الطبيعي اللي هو لو مره اثناء الدخول مش هيكون ضار، استخدامها بشكل دوري وانك تمر عليها باستمرار بداعي وبدون داعي، ده اللي ممكن يتسبب فيه ضرر للجلد، لان برضو المنتج اللي بترشه منتج مطهر. وبعض انواع المنتجات المطهره دي بطريقه معينه، مخفف بدرجه معينه طبعا، بس الفكره كلها البوابه دي من الحاجات اللي بتقلل من الموضوع. دي هنا ايه يا دكتور؟ ده برضو التعقيم بتاع الستاير بتاعت قسم الطوارئ وقسم الرعايه المركزه، والقياس الحراره برضو، والالتزام اهم حاجه بقى. انا شايفهم لابسين الفيس شيلد عشان
ما يبقاش فيه رذاذ، ما يبقاش فيه رذاذ يوصل للعين، لان كده كده برضو هو الدبل برضو بروتكشن، لان المفروض المناخير والبق متغطيين. اه الجوانتيات بقى حضرتك هل في نوع معين ترشحهم الجوانتيات؟ يعني الساده المشاهدين بعدين بيقولوا لي في جوانتيات لونها ابيض وفي ازرق وفي اسود. لا انا ما يتهيأليش ان في اختلاف، الفكره كلها هي ده جوانتي نوعه لاتكس معمول من ماده معينه كده. آه شبه البالونه. اه الجوانتي ده من الحاجات المهمه جدا اللي لازم نتكلم فيها شويه. قد يكون سلاح ذو حدين، يعني قد يكون يخدمك لو استخدمته بشكل صح، لبسته صح وقلعته صح، وقد يكون مضر جدا لو انت فضلت تعمل اعاده استخدام، قلعته بشكل غلط او مسكت بيه اسطح معين. الفكره كلها انت ممكن تستخدمه وتستخدم بيه اسطح معينه، بعد كده هتقلعه بشكل سليم. تمام. والجوانتي ده يكون ملوث فيتنقل العدوى من الجوانتي للاسطح، ممكن يبقى مصدر عدوى لو ما استخدمش مظبوط، واهم حاجه طريقه خلعه مظبوط. ممكن يكون مصدر عدوى طبعا. اه لان هو مثلا لو تم استخدامه بشكل مظبوط واتلبس فتره اطول، تم التعامل بيه بدون احتراز، ممكن سهل جدا يبقى مصدر العدوى زي ايدك زي السلام. زي الجوانتي حضرتك واحنا بنقلعه بيتقلب لجوه، فبتبقى هو اهم حاجه ان احنا واحنا بنقلعه ما نجيش ناحيه السطح ده، نيجي من عند الاستك اللي هنا ده كده وبنرفعه. ده سيم از الماسك على فكره، برضو ما بنقلعهاش من هنا ولا بنقلعها من هنا، بنقلعها من الاستك او من الرباط بتاعها من هنا. مهم جدا، لان الناس احنا بنحرك الماسك من النص، ما ده مش مظبوط برضه. الفكره كلها هو السطح اللي عليه اغلب المشاكل هو السطح الخارجي ده. فده المفروض ما نلمسوش خالص. طب حضرتك الناس اللي ماشيه بالماسك ومنزلاها تحت مناخيرها هنا نقول لهم ايه؟ نقول لهم لا. نقول لهم المفروض طبعا الموضوع يترفع فوق، عشان احنا الهدف من الماسك ان احنا نحمي المنطقه المناخير. دي هي المنطقه دي، فاحنا لما ننزله كاننا مش لابسينه. طب ناخد اتصال حضرتك استاذ شريف. اتفضل. الو الو مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا بيك يا شريف. حضرتك شريف من اسكندريه. اهلا بيك. وانا كنت عايز اشكر المستشفى على اجراءات الانفكشن كنترول اللي بتتعمل في واحنا داخلين المستشفى، بصراحه دي حاجه كويسه جدا. بس هو كنت عايز اعرف حاجه، ايه مدى مثلا لو انا عايز البس ماسك، ايه الفتره اللي انا اقدر ان البس فيها ماسك، وايه الفتره اللي انا لو شكيت في اي حاجه اقدر ان انا اخش المستشفى، يعني اتوجع على طول المستشفى؟ هل كل حد هيبقى مثلا درجه حرارته عاليه او بيحس مثلا باي اعراض يتوجع للمستشفى، والا امكانيات المستشفى اللي ممكن اتوجه ليها، يعني الاماكن فين؟ ده سؤال جميل جدا. تمام، شكرا يا استاذ شريف. الف شكر استاذ شريف على سؤالك الجميل. هو السؤال ينقسم الى شق امتى اروح اكشف. طيب هنا عندنا نقطتين، ونقطتين مهمين جدا، والنقطتين على النقيض. هل نروح نكشف مع ظهور اي بدايه اعراض يعني، ولا هو دور برد عادي وهيبتدي يعني يتعمل له ابديت، او هيبتدي نخش في مرحله كويس؟ كل حد عاوز يطمن على نفسه، فكل حد عاوز يروح المستشفى وعاوز يسمع من الدكتور او من اثنين او من ثلاثة ان انا كويس وان انا ما عنديش الموضوع ده. على صعيد اخر، الفتره دي فيها فتره ضغط جامد جدا على النظام الصحي. النظام الصحي مش في مصر بس، النظام الصحي في انجلترا، النظام الصحي في استراليا، النظام الصحي في امريكا نفسها، الاوفرلود اللي عليه ممكن يعمل فيه مشاكل. فالفكره كلها امتى اروح؟ انا ظهر عندي بعض الاعراض زي الاعراض اللي كلنا عارفينها، بدات افقد حاسه الشم بقالي يوم بقالي يومين، بدات افقد حاسه التذوق، بدات يجي لي حكه في زوري، بدا يجي لي كحه، بدا يجي لي تكسير في الجسم، بقيس درجه الحراره بلاقيها عاليه. المفروض هنا هل بيقولوا يا دكتور كحه ناشفه ولا اي نوع من الكحه؟ والله اقول لحضرتك هو اي نوع من الكحه. المفروض في الاول في تعريف المرض كان كحه ناشفه، دلوقتي الموضوع التعريف ده بيتغير مع دراسات كتير وار ان دي كتير جدا. كل ما بيحصل ريسيرش، يحصل ديفلوبمنت، كل ما تكتشف انت حاجه جديده في الموضوع بتنزلها على هيئه جايد لاين جديد. يعني اللي قصدي اقوله لحضرتك ان هل المرض بيتطور واعراضه بتتغير، ولا المرض هو ثابت ككورونا من اول ما ظهر لغايه دلوقتي؟ لا طبعا. ولا عمل نفسه ابديت؟ السؤال ده يجاوب عليه افضل مني بكتير الناس بتاعه الجينز والناس بتاعه الفيرولوجي والناس بتاعه الاستاتستكس، يعني هم يكون عندهم درايه اكتر بالنقطه دي. نقطه والدبليو اتش او نفسها في كلام بيطلع، ده في نوع من هنا في نوع في بلد تانية، البلد دي نفسها فيها نوعين، كل هذا الكلام متهيألي طالما هو مش موثق بادله علميه ما يتاخدش بيه. طب نرجع تاني للاعراض بسرعه دكتور. تمام، احنا قلنا بيبقى في راننج نوز، يعني في مناخيري بتبقى بس في سايبه نقطة كحه. في نقطه الموضوع ده انا شفت ناس. ناخد اتصال بعد اذن حضرتك. مدام سحر. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. انا فعلا يعني اشيد بالاجراءات الاحترازيه اللي عاملاها مستشفى الصفوه. ميرسي جدا. فعلا من المستشفيات الكويسه جدا في تقديم الخدمات الطبيه والتمريضيه قبل ازمه كورونا. بعد ازمه كورونا الموضوع بقى اكثر بكثير،
ويعني فعلا انا بشكر مدير المستشفى، بشكر الاداره عامه، بشكر التمريض، بشكر العمال الفنيين الاداريين. فعلا المكان في مستشفى الصفوه في العمريه فعلا مكان متميز جدا. انا فعلا ما عنديش اسئله اسالها، الحمد لله رب العالمين. الدنيا في الصفوه حاجه ثانيه، يعني انصح اي حد في محيط العمريه او بره العمريه ان هو يتوجه لمستشفى الصفوه، ان هو يقابل رعايه تمريضيه وطبيه وخدمه عملاء في منتهى الدقه والامانه. اشكرك. ميرسي جدا، نورتينا جدا. شكرا جزيلا، نورتينا يا فندم. نرجع حضرتك تاني للجزئيه بتاعت يعني احنا بس ما ردناش على الاستاذ شريف. تمام، نكمل. نكمل الفكره. بس هل اروح مع ظهور اي اعراض اعمل اوفرلود على النظام الصحي بتاعي ولا ممكن اتعدي زياده؟ يعني انا ممكن اكون رايح سلبي واروح مستشفى واقعد في ريسبشن بتاع الاستقبال اخد عدوى من حد هناك. بالظبط. هو بقى الموضوع والريجيم بتاع الوزاره واضح جدا. انت لما تبدا تجي لك الاعراض بتبدا تعزل نفسك. مع نفسي تبدا تعزل نفسك. طبعا. وتاخد بعض الادويه زي مسكنات وخفض الحراره، كله معروف وكله بالريجيم المحطوط. يعني مش بنسيب مجال للاجتهاد، هو معروف ان انت هتاخد كذا وهتاخد خفض الحراره الفلاني، ممكن تحتاج الى الفيتامين الفلاني. في حاله عدم تحسن الاعراض يبقى لازم حضرتك تروح للطبيب يشوفك. يعني حركه السخونيه بتوصل كام؟ والله بتعدي، ممكن توصل 38 و 39. الفكره كلها لما تروح، يعني دلوقتي الوزاره عملت جميع او مستشفيات كتيره جدا مفتوحه بقى لها داخله في حوالي شهر اهو انها تستقبل المريض. الدكاتره دول عندهم خبره، عندهم معرفه بالموضوع ده، اعالجه ازاي، مين سسبكتد اكتر بالنسبه لي، مين فيه كاسكيد معين من الاعراض يخليني لازم اتوجه للخطوه اللي بعديها اللي هو اسحب له بعض التحاليل المعمليه، مين اللي عامل له اشعه مقطعيه على الصدر، مين مور سسبكتد هحتاج احجزه او احتاج ابلغ له 105 او اتواصل مع اداره المديريه. 105 ده رقم خاص بالاسعاف بتاع حالات الكورونا المرتقبه. بالظبط. هو بيتم التواصل من خلاله مع الاداره بتاعه مكافحه العدوى واداره الوقائي في اي مديريه شؤون صحيه. يعني استاذن حضرتك في مداخله يا استاذه امل. استاذه امل مساء الخير لحضرتك. مساء الخير يا فندم. انا اولا انا بشكركم جدا على اهتمامكم بالبرنامج، وخصوصا حته الوصول للمستشفيات اللي داخل الاماكن الغير معروفه. تمام. وبشكر بالذات الدكتور محمد مدير مستشفى الصفا، لان انا ساكنه في المحيط بتاع المستشفى وبشوف قد ايه الاجراءات اللي عاملينها في مدخل المستشفى. تمامك. بس انا ليا سؤال عند حضرتك بس. حضرتك من الناس في الحقل الطبي، تعتقد ان موضوع كورونا مطول معانا اكتر من كده؟ يعني حاجه بسيط امل حتى كده. طبعا الامل موجود طبعا، وباذن الله ربنا من عنده من فضله وكرمه يزيح من عننا الوباء وكده. بس الفكره كلها الموضوع برضو بيتم بشكل علمي بحت. اللي هو احنا ماشيين بالجرافيك، احنا ماشيين بالارقام، انت ماشي زي دول العالم كلها. الموضوع عباره عن كيرف، بيحصل الاول الاعداد بتبقى بسيطه، بعد كده الاعداد تبدا تعلى. احنا عدينا ال 1400 في اليوم تقريبا لحد ما توصل لحته اللي هي البيك. البيك بتاع الكيرف اللي هو اكتر عدد اصابات اللي بنبدا بعد منه. نتيجه ان احنا عرفنا المرض وبدانا نتعامل معاه، نتيجه ان حصل حاجه زي نوع مناعه القطيع او الهيرد اميونيتي، نتيجه ان احنا اكتشفنا بعض الريجيمنز اللي ممكن تخفف منه او تخفف من وطئته شويه. بس سونر اور ليتر اي فيروس في الدنيا على مدار التاريخ او اي وباء في الدنيا لازم بعد البيك يبدا بيحصل له ديكلاين، ينزل. احنا بقى في انتظار هذه البيك. يا ريت وربنا يعني ان شاء الله يقربها بالظبط وتكون يعني نهايه خير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. فبقول لحضرتك احنا نرجع تاني بسرعه لحته العزل النفسي. يعني حضرتك قلت حاجه جميله جدا، ان انا هبتدي اعزل نفسي، اخد مخفضات حراره، اسال الصيدلي او اشوف مثلا دكتور صديق او جار ينصحني بانتيبيوتيك معين، ما اروحش الصيدليه من نفسي اخد انتيبيوتيك. بالظبط. اعمل ايه تاني يا دكتور؟ يعني يعني مثلا سي مثلا لو انا عندي زوجه واولاد اقعد في اوضه لوحدي، اعمل ايه بالظبط يا بروف؟ ما هو العزل عباره عن ان حضرتك يعني تقلل المخالطه مع الاشخاص اللي مع العيله، مع الاشخاص اللي مش ظاهر عليهم الاعراض عموما، عشان ما نساعدش في انتشار الموضوع.
فقدر المستطاع بتعزل نفسك في غرفه. كانت برضو كان نازله بيها تعليمات معينه يعني واضحه جدا، تعزل نفسك في غرفه يعني تستخدم حاجاتك الشخصيه، محدش غيرك يستخدم الهدوم برضو تبقى لوحدها. الهدوم والتويلت برضو لحد ما يبقى منفصل، لحد ما نشوف الاعراض ماشيه في انهي سكه، هل هي بتقل بتتحسن هل هي بتزيد. طب حضرتك الاعراض لما بتزيد، يعني احنا قلنا كحه والرننج نوز او رشح بالظبط واحتقان في الزور، ايه اللي بعد كده حضرتك؟ يعني ايه اللي اصعب من كده؟ لا الاصعب من كده اللي هو الحاجات اللي بتحتاج هوسبيتاليزيشن بقى، اللي بتحتاج مستشفى، اللي هو ان الفيروس يتمكن من الرئه ويبدا يعمل فيها المشاكل او المضاعفات بتاعته، من بقى تجلطات بالشريان الرئوي، المايكرو امبوليزمز اللي بتحصل. انا كمريض عادي او طبيعي احس ازاي ان الكحه ابتدت تضايقني اكتر او يعني ناهيك عن شده الكحه واستمرارها؟ شده الكحه واستمرارها. هل الموضوع خلي بالك حضرتك برضو في بيشنتس بيبقوا اسيمتوماتيك، يعني في بيشنت بيتم عمل مسحه عليهم وهم مش بيشتكوا من حاجه واضحه، او ممكن يكونوا بيشتكوا من حاجه بعيده خالص عن الاعراض المعروفه، ما اشتكاش بارتفاع في درجه الحراره، ما اشتكاش بتكسير في الجسم ذات ماتش، بس بنعمل له مثلا سي تحاليل دوريه لقينا الليمفوسايد دي في السي بي سي قليله شويه. ايه الليمفوسايد عباره عن ايه يا دكتور؟ احدى مكونات الوايت كاونت، الوايت بلد سيلز، اللي احدى مكونات عدد الدم الابيض، كرات الدم البيضاء. والمفروض ان هي في الـ في الـ في الكوفيد ثبت ان هي بتنزل، بيحصل ليمفوبينيا. هي المفروض مثلا حسب اختلاف كل معمل لمعمل من 25 ل 45 او من 20 ل 40، لما بنلاقي الليمفوسايت نازله ده من الحاجات اللي بتدل. ايه حاجه زي الغدد الليمفاويه مثلا؟ لا دي الخلايا اللي اسمها ليمفوسايت، مش عارف اسمها ايه بالعربي بصراحه. هي بتبقى مكونات الدم الابيض، والمفترض ان هي في العدوى الفيروسيه ما تقلش، بس في الكوفيد بتقل الارقام، ممكن توصل لخمسة ممكن توصل لسبعة. دي بتبقى من الانديكيتورز اللي تحليل عادي في اي مكان، صوره دم عاديه جدا. لكن حضرتك انا لو عندي الاعراض دي وابتدى يجي لي صعوبه في التنفس لازم ابتدي اتحرك في حاله حدوث صعوبه في التنفس طبعا، في حاله حدوث نهجان، في حاله حدوث ارتفاع درجه الحراره ما تتحسنش، يبقى لازم نروح احد المستشفيات اللي هي الوزاره حطاها للعزل، ونبدا هناك ناخد الخطوه اللي بعديها بقى اللي هي التحاليل والاشعه. لو هم شافوا ان انا حاله سسبكتد بيحولوني الخطوه اللي وراها اللي هي المسحه، وبعد كده بيتم حجز المريض. حجز المريض بيتم بقى اذا كان في حالته مستقره ممكن يتعزل منزليا. نجري بسرعه على الجزئيه بتاعه الاشعه المقطعيه يا دكتور. الاشعه المقطعيه هتفيدنا في ايه بالظبط في الكوفيد 19 او تشخيصي؟ في شكل واضح للرئه او الرئتين. بيبقى في شكل واضح في الاشعه المقطعيه، بتشوف فيه اللي هو الجراوند جلاس ابييرنس. ده بيخليك تقول ان انت كده العيان ده سسبكتد بالنسبه لي ان هو يكون كوفيد 19. في بعض حاجات ثانيه شكل معين للرئه، شكل معين، مش دور التهاب رئوي نيومونيا عادي او دور كحه عادي، لا دي تبقى واخده شكل معين، بيبقى ليها شكل واضح كده بيخلينا نشك اكتر في الموضوع ده، فنبتدي نطلع على الخطوه اللي وراها اللي هو مع ظهور اعراض وتكسير في الجسم والسرسروت وانوزميا، مش بشم كويس بقالي يومين ثلاثه، وعملت الاشعه حاسه الشم والاستطعام. فقدان او ضعف يعني، مش كله اشتكى في فقدان كامل، في بعض الناس اشتكت بضعف، انا ما بقتش بشم زي الاول بقالي اسبوع كده، ما بقتش بستطعم الاكل زي الاول، على طول ظهوري بيوجعني، باكل ساقع او باكل سخن، على طول عندي صداع صبح او بالليل حتى لو اكلت حتى لو نايم. وهل حضرتك يعني لا قدر الله لو حد اتعدى بالكورونا وخف، هل بيفقد حاسه الشم والاستطعام على طول ولا بتبقى اثناء مرضه بس؟ لا الموضوع ده بترجع له تاني. الدكتور محمد الصياد اللي تواصل معانا ده كان احد المشرفين على احد مستشفيات العزل في اسكندريه، وهو يعني ادانا صوره واضحه بصراحه، وادانا يعني تقارير مفصله عن المرض نفسه وعن كيفيه التعامل معاه برؤى العين بقى والتعامل معاه، فدي كانت حاجه مفيده جدا. فلا حاسه الشم بترجع تاني، حاسه الذوق ترجع تاني، ترجع تاني بالظبط. مستشفيات العزل يا دكتور، يعني احكي لنا عن مستشفيات العزل، هل هي كلها قطاع عام ولا في حاجات قطاع خاص ممكن نتواصل معاها؟ مستشفيات العزل الموجوده حاليا في جمهوريه مصر العربيه هي مستشفيات قطاع عام، مستشفيات تابعة لوزاره الصحه. وقتنا تمام، اتفضل. وبيتم فيها بصراحه من واقع مراقبه لصيقه يعني الموضوع، ومن واقع ان انا رحت مره واثنين شفت الموضوع ده، خدمه صحيه ممتازه. تمام. ممتازه، في توفر الامكانيات، في دور مجتمعي كويس قوي لمسناه في اسكندريه من بعض الناس المحترمين اللي قاموا بمساهمات ومساعدات للموضوع ده. عشان كده تحس البلد دي بسم الله ما شاء الله عليها عمرها ما تميل، دايما 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 كل ولادها في ظهر بعضيهم، فالحمد لله. لا مستشفيات العزل مستواها كويس جدا، بيحصل فيها خدمه طبيه فوق الممتازه كمان ان شاء الله دايما، وان شاء الله يعني نعدي المرحله دي وتبقى
يعني في الذكرى وحمل الله مصر وشعب مصر باذن الله. باذن وقتنا الله بيجري بسرعه. ميرسي جدا دكتور محمد وجيه. الله يخليك. وان شاء الله في حلقات جايه كتير من غير كورونا. كنا وكنتم معنا في عياده الصحه، وحلقه جديده ان شاء الله من عياده الصحه انتظرونا.